الدولة الكبيرة لها رياضة بقدر حجمها. فالمصريون يمارسون كل الألعاب الرياضية تقريباً، وإن دخلوا الأولمبياد يدخلون من بابها الواسع ليسيروا في طابور لا تمثله طولاً إلا دول ذات هيمنة سياسية واقتصادية، دول ذات وزن. هذا الوجود الرياضي الواضح صنع من جماهير الرياضة المصرية قوة ذات أثر في التحولات الاجتماعية والسياسية. القوة الرياضية الكبيرة هذه من الصعب أن يبقي السياسيون أنفسهم بعيدين عنها ويدعوا الرياضيين وشأنهم الرياضي. لو أصلناها يمكن تكون لغاية الفراعنة، قد يكون لو كانت لديهم رياضة كان أيضا بيعتبرها السياسيون أحد الأفعال المساعدة يعني ليهم في الحياة العامة. هذا التأثير بين السياسة والسلطة وكرة القدم كان موجودا في مصر منذ الأربعينات، فعلا امتد لثورة 1952 واتضح أيضا فيما بعد حتى في عهد في فترة تولي المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة لوزارة الدفاع، كان أيضا مشجعا كرويا وكان كثيرون يتفاعلون حتى بوجوده في الملاعب. وكلنا شفنا منتخب مصر في أزهى عصوره وكيف كانت السلطة يعني تلبي كل طلباته. دعني أقول لك أن معظم رؤساء الاتحادات الرياضية في مصر بعد ثورة 1952 كانوا من القادة العسكريين. بالمناسبة حتى أنور سادات كان رئيس اتحاد تنس الطاولة على سبيل المثال، وكان هناك توزيع للقوى وكان بطبيعة الحال المشير عبد الحكيم عامر في تلك المرحلة هو رئيس اتحاد كرة القدم والمهيمن على مقدرات الرياضة لفترة طويلة وسنوات طويلة في مصر، وكان مشجعا لنادي الزمالك مشجعا قويا. في التاريخ القريب أعلن أكثر من رئيس مصري عن رغبته في استخدام الرياضة لتحقيق هدف سلطوي. الرئيس جمال عبد الناصر تحدث في أكثر من مناسبة عن وجود دور لكرة القدم في تسليح الجيش المصري. هذا الربط بين الاثنين أدى إلى أن يدفع الدور المصري ثمن هزيمة عام 1967 مثله مثل الجيش المصري، فأعلن مع إعلان الهزيمة توقف مباريات الدور في تلك السنة ليستمر هذا التوقف 5 سنوات كاملة. في موسم عام 1972 و1973 عاد الدور من جديد ليستمر سنة فقط ويعود إلى التوقف عاماً، والسبب حرب أكتوبر هذه المرة. حتى الآن لا يعلم من أصدر القرار بوقف النشاط الكروي في مصر في تلك المرحلة، حتى أنه حين عادت كرة القدم والرياضة إلى الملاعب المصرية فوجئ كثيرون بأنهم لا يعرفون من أوقفها لكي نعيدها. منذ أن عرفت كرة القدم المصرية ونادي الأهلي والزمالك هما نجماها اللذان لا ينازع نجوميتهما ناد آخر، هذه القاعدة لم تهتز إلا أيام الرئيس عبد الناصر حين تعرضت إقطاعية الناديين وضمن السياق الاشتراكي إلى تأميم غير معلن، فصعدت نجومية أندية الظل مثل الإسماعيلي والترسانة والاتحاد السكندري وأندية أخرى لم تكن لا في الواجهة ولا حتى وراءها. ما يعزز هذا الاستنتاج الاختفاء الحالي للأندية الشعبية العريقة لصالح أندية سلطة التمويل وهيمنة الشركات، ومن بين الأندية المختفية المحلة والقناة والترسانة والأولمبي وسوهاج والمنياء وغيرها. ولو كان لدينا نصف عقل يدير هذا الملف اقتصاديا، مش هقول لك بقى سياسيا، لفهم جيدا كيف تلعب شركة كرة قدم بينما فريق شعبي هو الأجدى بأن تضع الشركة إكس، مش هقول أسماء، الكل يعرف الشركات اللي في الدوري المصري، لكن خلينا نرمز بالحروف، الشركة إكس لماذا لا تضع هذا الإكس على المنصورة فتستطيع أن تبيع تيشيرت وتبيع ستيكت سيزون أو تذاكر موسمية وتبيع الشعار وتبيع المج وتبيع أصلا تذاكر الدخول، هذا هو ما يباع ويشترى، هذا هو اقتصاد كرة القدم. ما بين السلطة والحرص من جانب بعض رجال الأعمال المقربين من السلطة أو أصحاب النفوذ
إلى تولي أمر هذه الأندية، لأنهم يعرفون أن هذه الوجاهة الكروية ليست فقط خدمة للنادي، وإنما أيضا تساعد على تقوية مراكزهم الاجتماعية وربما الاقتصادية والسياسية. حراك 25 من يناير عام 2011 الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك أفرز طائفة سياسية من جماهير كرة القدم. توجيه القوة البشرية نحو هدف سياسي تجلى واضحاً في رابطات الألتراس التي عرفت واشتهرت بخلافاتها مع القوى الأمنية ثم خلافها مع النظام كله بعد تعاظم الحراك. هناك مضايقات، هناك إبعاد، هناك تفتيش، هناك اعتقالات، هناك ضرب وقصف بالحجارة وإساءات وشتائم وما إلى ذلك، كل أنواع المواجهات حدثت بين حركات وروابط الألتراس في بلد مثل مصر وبين قوى الأمن، العلاقة دائما متوترة. بعضهم خطف ذهنه من الجماعات التي تريد أن تجهز على هذا الوطن، وبالتالي يعني جردت الحكاية من معناها، ولدي أدلة. هناك ما يسمى بكابو من هؤلاء أو القيادات، يعني أصبح يمتلك بعدما لم يكن يمتلك، وآخرين يعيشون الآن في تركيا وفي بلدان أخرى معهم أموال. شهدنا مشاركة واضحة للألتراس، وأن كثيرين حتى يقولون إن الألتراس كان لهم الدور الرئيسي المنظم بحكم خبرتهم السابقة في التعامل مع قوى الأمن في كيفية تنظيم التجمعات الحاشدة في ميدان التحرير. روابط الألتراس تحولت إلى مشكلة أمنية وسياسية وقفت في وجه إعادة حال الملاعب إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب، لتدخل على خط المشكلة إدارات الأندية التي اتهمت هذه المجاميع بأنها أداة تستخدمها القوى المعارضة للسلطة، والمقصود هنا هو الإخوان المسلمون. دول مكانة مسؤول ظهر البلد، دول أخطر من تجار المخدرات، دول إرهابيين الجداد، دول عاملين رعب وزعر جوه مصر في المدرجات وبره، دول يا فندم اللي تسببوا في قتل زملائهم في بورسعيد والدفاع الجوي ولسه جاي. طول ما دول موجودين بره لسه جاي. دول بتوع الزمالك حضرتك، بتوع الاهلي معروفين بالاسم، بتوع الاهلي اللي اقتحموا النادي الاهلي مرتين معروفين بالاسم، حرقوا اتحاد الكره معروفين بالاسم، حرقوا نادي الشرطه معروفين بالاسم، عطلوا المرور نافذه متر الانفاق معروفين بالاسم. البعض يستثمر بسواد نوايا، والبعض يستثمر في زي ما قلت حضراتكم المصروفات، وإلا من أين تمول؟ لكن قمة الخطورة أنها بدأت مع شخصيات عامة، فكرة الألتراس خلينا نكون صراحة، ولا يبرئهم فكرة إن هم أول ما بدأوا كانوا بيمولوا الدخل الشيك لشباب عظيم، دي حتى دي ما تبرئهمش، لأن عليهم أن يتحدثوا كثيرا حتى يكشفوا المدسوسين على هذه المجموعات، مش يشيلوا إيدهم دلوقتي وتلاقيهم بلغوا فرار يعني بالمعنى الدارك. هناك كان اهتمام باستقطاب عدد من متجعي الألتراس لضمهم وتوظيفهم، وكان هناك لعب بالمال بدون شك، لكن ليس على مستوى حركة الألتراس وإنما على مستوى أفراد من الألتراس، وبالتالي الألتراس حاولت أيضا أن تنأى بنفسها عن هذا التأثير والمد للحركات الإسلامي السياسي، لكن لا ننفي أن جزءا من حركة الألتراس تأثر كأنه جزء من المجتمع في مصر في تلك المرحلة بالمد السياسي وربما بالنفوذ المالي، سواء لخيرة الشاطر، حركة حازم صلاح أبو إسماعيل، أو عدد من قادة جماعة الإخوان في تلك المرحلة وانضموا إليهم، وحتى جماعة الإخوان وحلفائهم حاولوا أن يخلقوا حركات ألتراس خاصة بهم مثل ألتراس نهضاوي، وكانت هناك أغان وأناشيد وهتافات تخص هذه الحركات. ما قلل من فعالية قنبلة الألتراس المصرية هو اختلاف اتجاهاتها وعدم وجود اتفاق بينها على اتجاه سياسي بعينه، الأمر الذي قلل من فعاليتها وحال دون إنزالها للشارع. عام
عام 2004 شهدت الصين أول انطلاقة لدور السوبر لكرة القدم، وكلمة السوبر تعني هنا الدور المطاعم باللاعبين الأجانب. مئات الملايين من الدولارات أنفقت في استقطاب لاعبين ومدربين من جهات العالم الأربع. اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيس الذي انضم إلى فريق شنغهاي مقابل راتب سنوي اعتبر حينها الأعلى في تاريخ الكرة، وهو 34 مليونا و400 ألف جنيه استرليني. لم تعد الصين كما كانت سابقا، بل أصبحت وجهة لهؤلاء الرياضيين، وهؤلاء أيضا من جهة أخرى يعطون انطباعا لمتابعينهم عن الوضع الصيني. يعني في استثمارات في أفريقيا كبيرة، في استثمارات في باكستان متنوعة سواء في الطاقة وفي البنية التحتية، وأصبحت الصين من كبار المقرضين لبنوك التنمية في العالم، مثل بنك التنمية الموجود في آسيا أو بنك التنمية للبنية التحتية أيضا الموجود هناك. فهذا هو سبب أن الصين تكون النقد الكبير عندها، وأيضا لخلق تنوع استثماري لديها لجأة الاستثمار، وكان من ضمن أهم الأشياء اللي يعني كان فيها potential للنمو بالإضافة للبنية التحتية للموارد، كانت أيضا الأنشطة الرياضية. أعتقد أنها في مرحلة الإنفاق لا تفكر في العائد، لكن على المدى الطويل هناك اهتمام بأن تكون كرة القدم صناعة كما لم تكن من قبل في الصين. الشغف بكرة القدم تسلل من أروقة مكاتب الرئاسة إلى منازل الصينيين الذين عادة ما يميلون إلى تعلم حرفة أو التخصص في مجال معين يكسبهم مهنة تعينهم في الحياة. الصينيون وجدوا أنفسهم يدفعون إلى إدخال أولادهم وحتى بناتهم مدارس لكرة القدم وفق خطة وضعها الرئيس الصيني شي جين بينغ للنهوض بهذه الرياضة. تم استخدام الرياضة للسياسة بشكل حتى لا يمكن لأحد أن يدينها أو حتى يرفضها. الصين باعت للشركة الإنجليزية اللي بتشتري وتسوق الدوري الإنجليزي دوريها ب 700 مليون، وهو رقم مبدئي 700 مليون دولار، ورقم مبدئي كبير، وبالتالي أدخلت ثقافة الاستثمار في أندية، لأنهم حتى وإن كانوا زي ما احنا بنقول اشتراكيين شيوعيين سميهم زي ما تسميهم، لكنهم لا يتركوا الأمور كالمحروسة مثلا أن تعطي أندية لأشخاص يتحدثون لغة الهواية ويتحدثون أنهم يعطون من أوقاتهم لمجرد إدارة مال البلاد والعباد. في الحالة الصينية أعتقد أن هناك اقتصادا قائما وقويا ورغبة شرسة وجامحة لدى الصين فأن تكون قوة، وهي تخطط لذلك وتخطط في مرحلة ما إلى أن تكون ذات هيمنة على الأقل آسيويا وثم تؤثر على الساحة العالمية. التنين الصيني رأى أن الهيمنة حول العالم لا تقتصر فقط على التطور في المجالات العسكرية والاقتصادية والصناعية وغيرها، بل تشمل أيضا الرياضة عامة ولعبة كرة القدم ذات الشعبية الكاسحة التي يجب أن يضعها الجميع في حساباتهم، الرياضيون وغير الرياضيون. المكاسب السياسية المتحققة من ذلك كثيرة، وهي التي دفعت الصين إلى الالتحاق بركب فرق كرة القدم. هذا الأمر تطلب إطلاق مشروع قومي مبني على أن تتنافس مدارس كرة القدم فيما بينها بهدف الحصول على 25 ألف لاعب ناشئ بحلول عام 2017. بعد أن انتهت حرب الفوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا عام 1982 بانتصار الأخيرة، رأى الكثير من كارهي الوجود البريطاني في أمريكا الجنوبية أن دييغو مارادونا قد انتقم من الإنجليز حين أحرز هدفه الشهير بيده. ورغم اعتراضات الفريق البريطاني احتسبه الحكم التونسي علي بن ناصر، وبعدها بثلاث دقائق
تقدم مارادونا صوب المرمى الإنجليزي عابرا 7 لاعبين وكأنه كوماندوز أرجنتيني عاد لينتقم، عابرا الخطوط البريطانية واحدة بعد أخرى، معيدا مشهد حرب الفوكلاند ولكن بالمقلوب. لا شك بأن الهدف غير قانوني وغير شرعي، اعترف به مارادونا بعد سنوات، لذلك هو حاول أن يستدعي السياسة لكرة القدم حتى يوجد مبررات أو ما يمكن أن يفخر به الأرجنتينيون تجاه هذا الهدف. هو هدف غير شرعي، لا يمكن أن يفخر أي مدرج بهدف غير شرعي، هذا موجود في كرة القدم ليس قرارهم، ولكن حتى يلغي مارادونا الخطأ الموجود في هذا الهدف حاول أن يسقط السياسة في هذا الميدان، حاول أن يلبس الهدف نوع من السياسة. I've met Diego Maradona and that subject has come up and he said absolutely not. He said the Falklands War was something that the media were talking about, that some minority of the fans were talking about. It was absolutely nothing that was on the players' minds. The players' minds was winning a football match. And it would be hard for you to convince me that as Diego Maradona is jumping up in the air, he's thinking of a war between his country and, you know, absolutely ridiculous. He's trying to win a football match. I mean, it's a bit of a professional cheat because, you know, the referee didn't see it, so it worked for him. And I'm sure there's occasions the other way where an England player has got a penalty that shouldn't really have been a penalty. But no, there's absolutely no way that you could convince me that those players on the pitch were thinking about the Falklands War. They just wanted to win a football match. فازت الأرجنتين بكأسها الثانية خلال هذه البطولة، وبعد ذلك بعام التقى مارادونا بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو. توطدت العلاقة بين الصديقين ليمر مارادونا بأصعب مراحل حياته خلال التسعينات من القرن الماضي، عندما زاد وزنه وأدمن الكوكايين. لم تقبل مستشفيات الأرجنتين وقتها بدخوله فيها للعلاج، إلا أن كاسترو الذي اعتبره مارادونا حينها أباه الثاني استقبله في كوبا وتكفل بعلاجه في أحد المصحات. أعتقد أنه كاسترو استفاد ربما أكثر من مارادونا من وجود هذا اللاعب الموهوب في محيطه. هي علاقة متبادلة، كلاهما استفاد من الآخر. ثائر رياضي على منظمة الرياضة الأولى وثائر سياسي على كل الجو السياسي الموجود أو المحيط ببلاده وحتى عن بعد، أعتقد أنها امتزجت فكونت هذه الصداقة الغريبة بين رجل سياسي رمز كبير ورجل رياضي رمز أوحد للرياضة. لقد أصبح مارادونا رمزا للحقد الاشتراكي على دول الهيمنة الرأسمالية، أو هكذا يعتقد. في بريطانيا تسببت الرياضة بخلاف نادر الحدوث علنا بين العائلة المالكة والحكومة. حدث هذا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حين وقع المحظور بين الأميرة آن الفارسة الأولمبية ورئيسة الوزراء البريطاني آنذاك مارغريت ثاتشر. الخلاف بين الاثنتين وقع خلال استضافة مدينة شيفيلد لدورة الألعاب الجامعية عام 1990، إذ أرادت الأميرة آن من الحكومة تغطية مصارف هذه الدورة، في حين كانت ثاتشر ترى أن على بلدية المدينة لوحدها أن تتولى هذا الأمر. I don't think the royal family were ever in a position or ever felt they could say something publicly to disagree with the government's position on hosting an event, because at the end of the day it is a government decision if you're going to host a sport, a major sporting event, because somebody has to pay for it. The royal family can't pay for it, so the government has to pay for it through public funding and their own money as well. So really the royal family has cut any ties or any insinuation that they might have an influence
over the government. They've just tried to keep themselves very separate. But again, that's starting to change in recent years with the younger generation of the royal family. The council got itself into massive debt and has had to clear it off at £25 million a year from the 1980s through until 2014, I think it was. So that they burdened themselves with a huge debt. It's true. الرياضة المصرية التي عرضها الفيلم عانينا في حصرها كثيرا. من المؤكد أن الكثيرين سيسألون عن هذا الجانب أو عن هذه الحادثة ولماذا لم نذكرهما. السبب أن الحالات التي عرضناها تعطي فكرة ربما كاملة عن التدخل السياسي، وما تبقى أمثلة نتركها لخيال المشاهد، وأيضا أجور اللاعبين يمكن أن نتركها لخيال المشاهد، لأننا في كل يوم نتفاجأ براتب يكفي دولة صغيرة يأخذه لاعب واحد فقط.